تمام. الاكسبيرمنت دي سهله مفيش حاجه صعبه خالص. الاكسبيرمنت دي المطلوب مني فيها انا عايز اجيب المومنت اوف انرشيا بتاعت الرينج دي ثيوريتيكال اكسبيرمنتال. عشان اجيب المومنت اوف انرشيا بتاعت الرينج دي ثيوريتيكال اكسبيرمنتال بعمل ايه؟ بالنسبه للثيوريتيكال ما فيهاش مشكله ان المومنت اوف انرشيا بتاعت الرينج ثيوريتيكال ام ار سكوير، حيث الام دي الماس والار ده الماس. الماس بتاعت الرينج دي بدالك في الامتحان دي بتبقى كيلو ونص، لو تعرض الام بكيلو ونص، والار ده الريديوس بتقيس الديامتر كله بقسم على 2. وانت بتقيس لو انت واخد بالك ان الرينج ديت ليها ثيكنس بالمنظر ده، فانت بتقيس من النص هنا للنص هنا، او ممكن بدل ما تقيس من النص للنص ممكن تقيس تحط البدايه بره والبدايه هنا فين؟ جوه، يعني تقيس من بره لجوه. ده بيديك الديامتر كله، تاخد الديامتر ده تقسمه على 2، انا كده جبت مين؟ الريديوس. اعوض بالريديوس اعملها سكوير، انا كده جبت المومنت اوف انرشيا بتاعت الرينج ثيوريتيكال، واليونت بتاعتك كيلو جرام متر سكوير. ايه اللي انت عايز تعمله دلوقتي بقى؟ انت عايز تجيب المومنت اوف انرشيا بتاعت الرينج ديت اكسبيرمنتال وتقارن الاثنين بايه؟ ببعض، والمفروض الاثنين يطلعوا قريبين من ايه؟ من بعض. طب تعالى نشوف ازاي بنجيب المومنت اوف انرشيا بتاعت الرينج ديت اكسبيرمنتال. كل اللي انت بتعمله بتعمل ثلاث خطوات. اول خطوه بتعملها بتجيب المومنت اوف انرشيا بتاعت الفلاي ويل، دي بيسموها الفلاي ويل. اول خطوه بتعملها بتجيب المومنت اوف انرشيا بتاعت الفلاي ويل بيسموها اي نود. انت ممكن في الامتحان تسميها اي فلاي ويل. الخطوه الثانيه ازاي بعملها دي هقول لك كمان شويه. الخطوه الثانيه بتحط الاثنين دول على بعض وتبدا تجيب المومنت اوف انرشيا بتاعت الفلاي ويل والرينج، بنسميها اي توتال. ازاي بنجيب الاي توتال دي هقول لك كمان شويه. هنفترض ان انت عرفت تجيب الاي بتاعت الفلاي ويل، وهنفترض ان انت عرفت تجيب الاي بتاعت الاثنين مع بعض اللي بيسموها اي توتال. الخطوه الثالثه تقدر تجيب الاي بتاعت الايه؟ الرينج. ان الاي بتاعت الرينج عباره عن الاي توتال اشيل منها الاي بتاعت الفلاي ويل اللي هي اي نوت. انا كده جبت مين؟ الاي بتاعت الرينج، والمفروض الرقم اللي انا جبته دوت يطلع قريب من الرقم اللي انا كنت ايه حاسبه ده. طب تعال نشوف ازاي بنجيب الاي بتاعت الفلاي ويل وازاي بنجيب الاي بتاعت الاثنين مع بعض اللي هي اي توتال. تعال نشوف ازاي بنجيب الاي نوت اللي هي المومنت اوف انرشيا بتاعت الفلاي ويل. قال لك علشان تجيب المومنت اوف انرشيا بتاعت الفلاي ويل بجيب ثمان حاجات. بجيب حاجه بيسموها ان نوت، وبجيب حاجه اسمها ان واحد، وبجيب حاجه اسمها تي نوت بلس تي واحد، وبجيب حاجه اسمها اوميجا، وبجيب حاجه اسمها ار، وبجيب حاجه اسمها اتش، وبجيب حاجه اسمها ام، واخر حاجه بجيب حاجه اسمها اي نوت. طب سؤال، مين ان نوت؟ اول خطوه بتعملها تبدا تشيل الجسم ده كده، وتبدا تجيب الثقب ده، وتقوم جاي شابك الثقب بتاعك دوت في اي بكره من دول. لو انت خد بالك انا عندي هنا ثلاث بكرات، واحده في الاول، واحده في النص، واحده في الاخر. اشبكه في اي واحده، ولا كنت عامل اشبكه في النص، وانا بلف ابدا اعد. انا كده لفيت ايه؟ لفه واحد، كده لفيت اثنين، كده لفيت ثلاث لفات، أربعة، خمسة، ست لفات. خلاص كفاية كده، هو كده جاب كام لفة؟ ست لفات. العدد اللي أنا لفيته دوت هو ده اللي بيسميه إن نوت. وقام جاي كاتب الرقم اللي أنا كتبته. مين إن نوت؟ هي عدد اللفات اللي أنا لفيتها على بكرة. بعد ما جبت النوت قام جاي ماسك الرقم ده الفلاي ويل دي وقام جاي مركبها. بعد ما ركبتها خلاص كده تبدا، ركز معايا، تبدا تشيل ايدك. وانت بتشيل ايدك هتشغل الستوب واتش. خلي بالك انا بشغل الستوب واتش فين؟ في البدايه. هشيل ايدي وانا بشيل ايدي هشغل الستوب واتش، انا بشيل ايدي واقوم جاي مشغل الستوب واتش. انا ما بعملش حاجه بس الستوب واتش مالها شغاله. اول ما السكر ده، اول ما السكر ده ينفصل ابدا اعد. ينفصل واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، بعد على الصوت خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، 10، 11، 12، 13، 14، 15، بعد على العلامه السوداء دي. انا بدات اعد من اول ما السكر ايه انفصل، وفي الوقت نفسه الستوب واتش ملا شغاله لغايه ما دي ملا تقف. انا طبعا مش بوقفها بايدي، بس انت ايه سيبها تقف لوحديها، بس عشان ننجز الوقت. هي لسه ما وقفتش، الستوب واتش شغاله وانت عمال تعد. ما توقفش الستوب واتش الا لما تقف تماما. لسه ما وقفتش، لسه ما الستوب واتش شغاله وانا عمال اعد، لسه ما وقفتش. اول ما تقف ديت تماما لسه اول ما تقف تماما لسه ما وقفتش ايه يعني، بس وقفنا اخر حاجه. المهم وقفت الستوب ايه الستوب واتش في الوقت ده كنت عمال اعد، تمام. لو هي بقى وقفت هنا كده عدت اللفه بحاجات بسيطه، لو عدت لفه بحاجات بسيطه انا ما بحسبهاش لفه، لكن لو عدت النص لفه، عدت النص لفه انا بكملها ايه لفه. العدد اللي انا بعده ده بيسموه ان واحد، العدد ده بيسموه ان واحد. طب حد يعرف مين ان واحد؟ عدد اللفات اللي هتعملها الفلاي ويل دي من اول ما السكر ينفصل، من اول ما السكر ينفصل لغايه ما الفلاي ويل دي ملا تقف. انا في الوقت نفسه وقفت ليه؟ للستوب واتش. التايم اللي انا جبته ده بيسموه تي نوت بلس تي 1. طب سؤال،
ليه التايم لازم انت تي نوت بلس تي 1؟ اول ما هو الزمن ده انا شغلت الستوب ووتش امتى وقفت امتى؟ شغلت الستوب ووتش امتى؟ من اول ما شلت ايدي. وقفت الستوب ووتش اول ما انفصلت ولا وقفت الستوب ووتش لما وقفت تماما؟ وقفت تماما. يعني ده الزمن من البدايه للنهايه، ده الزمن من البدايه للنهايه. طب ليه سميته تي نوت بلس تي 1؟ هو عايز يقول لي الزمن اثناء ما السكر بيفك ده بيسموه تي نوت اللي هو ناظر لين نوت. والتايم اللي هتاخده الفلاويل من اول ما السكر ينفصل لغايه ما الفلاويل دي بقى تقف ده بيسموه ايه؟ تي 1 اللي هو ناظر لين 1. انا ما جبتش التايم ده لوحده ده لوحده، انا جبت كله مره واحده عشان كده سميته تي نوت بلس تي 1. طب مين اوميجا؟ قال لك اوميجا دي هي الماكسيمم انجلر فيلوسيتي. طب سؤال امتى الفلاويل دي بتوصل للماكسيمم انجلر فيلوسيتي؟ قال لك لحظه الانفصال. ما هو في البدايه السرعه عماله تزيد 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 تزيد، اول ما ينفصل تبدا تقل 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 لغايه ما يقف. طب يوصل للماكسيمم انجل فلوسي لحظه الانفصال. طب ازاي بجيب الماكسيمم انجل فلوسي؟ قال لك الماكسيمم انجل فلوسي عباره عن 4 بوينت. لو كتبت فوق ان نود لفت في حاجتي بتاعتي تي نود، ما هو هيعمل ان نود ريفوليوشن في تايم قدره تي نود. ولو كتبت فوق ان 1 حاجتي بتاعت تي 1، ما هو هيعمل تي 1 هيعمل ان 1 ريفوليوشن في تايم قدره تي 1. ولو كتبت فوق ان نود بلس ان 1 حاجتي تحت تي نود بلس تي 1. الثلاثه صح. بس مين اللي هستخدمها؟ الاخيره. اشمعنى الاخيره اللي هستخدمها؟ عشان ما عنديش تي نود ولا عندي تي 1؟ انا عندي تي نود بلس تي 1، فهكتب هنا ان نود بلس ان 1 على تي نود بلس تي 1. الطلبه اللي مذاكره هتسال، تقول لي لو سمحت يا دكتور احنا كنا واخدين في الليكتشر ان اوميجا سيتا على تي، والسيتا بنفكها 2 باي ان على تي، والان دي هي نمبر ريفوليوشن، ليه انت هنا كاتب 4 باي مش 2 باي؟ قال لك اصل اللي انت خدتها في الليكتشر دي كانت الافريج انجلر فيلوسيتي، اما اللي موجوده دي بيسموها الماكسيمم انجلر فيلوسيتي. طب ايه العلاقه؟ تعال نشوف الافريج انجلر فيلوسيتي. انا حبيت اجيبها، انا عندي مرحلتين، انا عندي مرحلتين، مرحله اثناء ما الثقل بينزل، ومرحله من اول ما الثقل انفصل لغايه ما الفلاويل دي مالها وقفت. سواء في المرحله الاولى او في المرحله الثانيه، لو حبيت تجيب الافريج انجلر فيلوسيتي ازاي بجيب الافريج انجلر فيلوسيتي؟ قال لك الافريج انجلر فيلوسيتي عباره عن انيشال بلس الفاينل على 2. في المرحله الاولى هي اثناء ما الثقل بينزل الانيشال فيلوسيتي بكام؟ بزيرو، ما انا بشيل ايدي كان لسه واقف، فالانيشال فيلوسيتي بكام؟ بزيرو. والفاينل فيلوسيتي اليمين اوميجا، يبقى زيرو بلس اوميجا على 2، فبيطلع ان الافرج انجل فيلوسيتي هي الماكسيمم على 2. يعني معنى الكلام ده ان الماكسيمم انجل فيلوسيتي عباره عن الافرج في كام؟ في 2، فبتطلع اوميجا 4 باي ان نود بلس ان 1 على تي نود بلس تي 1. الكلام ده لو انت مش فاهمه مش مشكله، ده معتمد ان انت تكون مذاكر المحاضرات الاول. فلو انت مش فاهمه مش مشكله، انا يهمني تكون عارف ان الاوميجا دي هي الماكسيمم انجلر فيلوسيتي والقوه بتاعها 4 باي ان نود بلس ان 1 على تي نود بلس تي 1. طب مين ار؟ قال لك الار ده الريدس اللي انا لفيت عليه الخيط. طب سؤال، انا لفيت الخيط على انهي بكره؟ الاولانيه ولا الثانيه ولا الثالثه؟ الثانيه. فتيجي على الثانيه تقوم جاي فاتح ديت وتقوم جاي قافل، ده بيديك الدامتر. تاخد القرايه دي تقسمها على كده جبت مين؟ الريدس. انا لو قريتها هي عامه هنا في كله زي بعضه، دي 2.5 سم الدايمتر، يبقى الريديوس 1.25، يبقى ال 1.25 سنتيمتر يبقى تايم 10 فور نيجاتيف 2 عشان يبقى بالايه؟ بالمتر. اتش طول الخيط الملفوف، اتش طول الخيط الملفوف. فازاي بجيب طول الخيط الملفوف؟ قال لك طول الخيط الملفوف عباره عن طول اللفه في عدد اللفات. طول اللفه اللي هو سيركمفرنس اللي هو المحيط اللي هو 2 باي ار، في عدد اللفات اللي هي اللفات اللي هي ان نوت، فيطلع اتش لو طول الخيط الملفوف 2 باي ار اللي هو طول اللفه في عدد اللفات اليمين ان نوت. ام هي الثقل اللي وقع، الماس بتاعت الثقل اللي وقع، الثقل اللي وقع ده انا بديه لك في الامتحان. الماس دوت 110 جرام، يبقى 110 تايم 10 بور نيجاتيف 3 يبقى بالايه؟ بالكيلوجرام. اخر حاجه اجيب الاي بتاعت الفلاي ويل ازاي؟ الاي بتاعت الفلاي ويل عباره عن 2 ام جي اتش ماينس ام اوميجا سكوير ار سكوير على اوميجا سكوير في 1 بلس ان نود على ان 1. عشان اجيب الاي بتاعت الفلاي ويل لازم اجيب الحاجات دي كلها، حسن سؤال رد عليا. مين الام دي؟ الماس بتاعت السكر اللي نزل، الماس بتاعت السكر اللي نزل عندي انا مش عندي؟ عندي. مين الجي؟ جرافيتي. جرافيتي. مين اتش؟ اتش طول الخيط الملفوف عندي انا مش عندي؟ عندي. مين ام دي؟ الماس بتاع السكر اللي نزل عندي انا مش عندي؟ عندي. مين اوميجا؟ عندي. اليمين؟ الاوميجا ماكسيمم انجلر فيلوسيتي عندي انا مش عندي؟ عندي. طب مين ار؟ عندي. الريس اللي انا لفيت عليه البكر عندي انا مش عندي؟ عندي. مين اوميجا؟ الماكسيمم انجلر فيلوسيتي عندي. مين النوت؟ عدد اللفات اللي انا لفيته بايدي عندي. من ان 1 عدد اللي فات من اول ما الفلاي ما اول ما السكر ده انفصل لغايه ما الفلاي دي ملا عندي مش عندي عندي كل حاجه عندي عوده انا كده جبت الاي بتاعت الايه الفلاي. صعب الكلام ده؟ هنعيد تاني عشان مش واخد باله، بس هنعمل الكلام ده من تاني، بس انا مركب الايه الفلاي ويل وحاطط فوقها مين؟ الرنج، يعني حاطط الاثنين دول فوق ايه؟ فوق بعض. يعني تعالى نشوف ازاي بنجيب الاي بتاعت الاثنين مع بعض، بيسموها اي توتال. ركز معايا ركز معايا.
تعال نشوف الخطوه الثانيه ازاي بجيب الاي توتال. بنعمل نفس الحاجات دي، بنجيب ان نوت، بجيب ان 1، بجيب تي نوت بلس تي 1، بجيب اوميجا، بجيب ار، بجيب اتش، بجيب ام، واخر حاجه بجيب اي اي توتال. الاول همسك الخيط والف، والف على نفس البقره. وانا جاي حاطط الاثنين دول عليه على بعض. العدد اللي انا لفيته ده هو مين؟ ان نوت. سؤال، هل الرقم ده هو ولا هيتغير؟ هو انا اللي بتحكم فيه، فاكيد هعمله ايه؟ هو يبقى ان نوت انا هخليه ايه؟ هو هشيل ايدي، هشيل ايدي، وانا بشيل ايدي هشغل مين؟ ستوب واتش. هعمل حاجه؟ ما بعملش. اول ما السكر ينفصل هبدا ايه؟ اعيد لغايه ما الاثنين دول مالهم يقفوا. اول ما يقف هقف الستوب واتش. العدد اللي انا بعده ده بيسموه مين؟ ان 1. هل ان 1 دي زي ان 1 دي؟ لا، اكيد هتتغير. والتايم اللي جبت اللي هو تي نود بلس تي 1، هل التايم ده هو التايم ده؟ اكيد هتغير. هقعد في الكون ده اجيب اوميجا. سؤال، اوميجا اللي انا هجيبها دي بقى ده اللي تهمني، اوميجا هتطلع اكبر ولا اقل؟ اقل، عشان الاي عشان الجسم ايه؟ تقل. الجسم ايه؟ تقل. فطالما الجسم تقل لازم اوميجا تطلع ايه؟ اقل. ركز بقى معايا في الكلام، اول ما تلاقي اوميجا دي اقل من اوميجا دي كمل، انت شغال صح. لقيت اوميجا دي اكبر اقف، ما تكملش، انت بتضيع وقت. عيد الكلام ده من تاني، طلعت اكبر يبقى وقف ده، عيد من ده. لكن طلعت اقل اوميجا دي، طلعت اقل كمل عادي، في مشكله؟ الار الريديوس اللي انا لفيت عليه البكره هو هو مش هو هو؟ هو هو، ما انا بلف على نفس البكره يبقى الار هو هو. اتش طول الخيط الملفوف هو هو مش هو؟ ما انا لفيت على نفس البكره ولفيت نفس العدد، لفيت على نفس البكره ولفيت نفس العدد يبقى اتش هو. ام كتله السكر اللي هو مش هو هو؟ في غلطه شائعه يجي يقول لك ام دي هي كتله السكر بلس الماس بتاعت الرنج. طبعا الكلام ده ايه؟ غلط، عشان ما حطيتش الرنج على السكر، انا حطيت الرنج على الفلاي ويل، فكتله السكر فضلت ايه؟ زي ما هي، يبقى الرقم ده هو هو. هعوض في الكون ده بس بالارقام دي، فهجيب الاي بتاعت الاثنين ايه؟ مع بعض، اللي هي الاي بتاعت الفلاي ويل والرنج. طب انا عايز اجيب الاي بتاعت الرنج، ازاي اجيب الاي بتاعت الرنج؟ اخد الاي توتال اشيل الاي بتاعت الفلاي ويل الاي نود اجيب الاي بتاعت الايه؟ الرنج. المفروض الرقم اللي انا اجيبه ده يطلع قريب من الرقم ده. سؤال بقى، يطلع مستحيل يطلع زيه، المفروض يطلعوا زي بعض بس مستحيل، في نسبه خطا. طب هسال اسئله الذكاء وعايز طالب ذكي يرد عليا. الماس بتاعت الرنج دي، الماس بتاعت الرنج دي استخدمتها كم مره؟ مرة واحدة. استخدمتها في الاكسبيرمنتال ولا في السيريوتيكال بس؟ في السيريوتيكال بس، لكن ما استخدمهاش في الايه؟ في الاكسبيرمنتال. طب الماس دي، الماس دي بستخدمها كم مرة؟ مرتين، مرة هنا ومرة هنا. صعب الكلام ده؟ فيها مشكلة؟ ابدأ اشتغل.